بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم إن شاء الله تعالى. في واقع الحال الحديث عن الحج وعن مناسك الحج وأعمال الحج حديث إنصافا طويل، وفي نفس الوقت فيه جنبتان. الجنبة الأولى الجنبة العملية، ما هي الأعمال، ما هي الأفعال، ما هي الواجبات. هذه جنبة أسميها جنبة عملية، وهناك جنبة معنوية وروحية، أنه أعمال الحج والحديث عن الحج جانبه المعنوي وجانبه الروحي إنصافا حديثه والكلام فيه عالم آخر وحديث آخر. مرة أن نتكلم عن الصلاة، أن تصلي ركعتين طواف، صلاة الطواف، صلاة كصلاة الصبح، وتنتهي القضية. ولكن لما أتي أتكلم عن منزلة هذه الصلاة ومعنويات هذه الصلاة، هذه الصلاة ماذا جعل لها وماذا احتسب لها في السماء، هذا شيء آخر إنصافا. أقول السعي بين الصفا والمروة، نعم، أن تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة سبعة أشواط، هذه أعمال وأفعال السعي، ولكن السعي بمعنوياته، السعي بروحانياته، السعي بفلسفته، هذا حديث إنصافا يكبر ويكبر بشكل كبير وعظيم. وأنا أرجو من الإخوة المرشدين، مرشدي الحجاج الذين يرشدون الحجاج للأعمال والمناسك، أن يتحدثوا مع الحجاج عن هذا البعد أيضا، بعد مهم أخلاقي ومعنوي وكلامي يرتبط بالعقائد، يرتبط بالثوابت والأمور القلبية. هذا إنصافا حديث يختلف عن حديث الأعمال والمناسك والواجبات. أضرب لكم مثال، أضرب لكم مثال. لما نحن تحدثنا عن الإحرام، قلنا الإحرام يلبسه الإنسان، ثلاث واجبات في الإحرام: أن يلبس ملابس الإحرام، وأن ينوي الإحرام، وأن يلبي لبيك اللهم لبيك. هذا ذكرناه. فإذا هكذا يقول الفقهاء، فإذا لبس الإحرام وانعقد الإحرام فيحرم عليه أمور، الأمور التي تحرم على المعتمر وعلى الحاج أمور كثيرة بيناها في الحلقة الماضية بشكل سريع. ولكن هذا الإحرام ماذا يدل؟ هذا الإحرام إلى ماذا يرمز؟ وماذا يراد من هذا الإحرام؟ هذا بحث آخر إخواني، هذا بحث معنوي. وأسمعكم الآن رواية رجاء التفتوا إليها. الرواية هكذا جاءت، أنه شخص اسمه الشبلي، اسمه الشبلي، رجع من الحج، رجع من مكة باتجاه المدينة حتى يزور النبي صلى الله عليه وآله. وتعرفون مستحب جدا الإنسان بعد الحج أن يزور النبي صلى الله عليه وآله. هذا الشبلي رجع من الحج، راح للمدينة، التقى بالإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. اسمعوا، لما أقول الكلام عن معنويات الحج غير الكلام عن أعمال وأفعال الحج. يقول رجع هذا الرجل إلى الإمام زين العابدين، التقى به وقال له الإمام، قال له: أحججت يا شبلي؟ حجيت، رحت الحج؟ قال: نعم يا ابن رسول الله، إيه الآن أنا رجعت من الحج، والحج الحمد لله كامل ومكمل. فقال عليه السلام: أنزلت الميقات؟ رحت الميقات؟
تدرون الميقات شنو؟ احنا تكلمنا عنه في حلقة ماضية. الميقات هو المكان الذي يحرم فيه الإنسان. الإحرام يكون في الميقات، لا قبل الميقات ولا بعد الميقات. قال الإمام: أنزلت الميقات وجردت عن وتجردت عن مخيط الثياب، نزعت ثيابك واغتسلت؟ قال: نعم يا ابن رسول الله، نزلت الميقات وتجردت من ثيابي واغتسلت غسل الإحرام ولبست الإحرام. قال عليه السلام: اسمعوا لما أتكلم عن المعنويات هذا معناته. قال عليه السلام: فحين نزلت الميقات، لما أنت نزلت للميقات، نويت أنك خلعت ثوب المعصية. شوفها، إحنا شو نسوي في الميقات؟ ننزع ثيابنا، هذه هاي الثياب القطنية والثياب ما أدري إيش، ثيابنا العادية. الإمام يقول: لا، لما نزلت الميقات نويت أنك خلعت ثوب المعصية ولبست ثوب الطاعة. يا هذه ثياب المعصية. واحد يقول: سيدنا والله ثيابي مو ثياب معصية، ثياب حلال. لا لا لا، قلت لك هي إشارات أنه أنت لما نزلت الميقات نويت أن يا رب بعد خلاص أنا مو الشخص السابق، أنا مو ذاك الإنسان اللي يخطأ بحقك، أنا مو الشخص اللي يترك صلاته، أنا مو الشخص اللي يسمع أغاني، أنا مو كذا، أنا مو كذا. هالشكل نويت؟ لو لا، بس الله قال انزع ثيابك والبس إحرام وقول لبيك، هتشي نويت أنك خلعت ثوب المعصية ولبست ثوب الطاعة. الشبلي واحد صريح ما يلف ويدور، قال: لا يا ابن رسول الله. قال: فحين تجردت عن مخيط ثيابك نويت. شوف الإمام جاي يقول له، قال: لا والله أنا لما نزلت ما نويت أن أنزع ثوب المعصية وألبس ثوب الطاعة، ما كان هيك فكري. الإمام قال له: فحين تجردت عن مخيط ثيابك، الثياب المخيطة، نويت أنك تجردت عن الرياء والنفاق والدخول في الشبهات. نويت أنه بعد أنت لا ترائي ولا تنافق ولا تكون إنسان علي حال تدخل بمسائل اللي الله سبحانه وتعالى قد ما يرضى عنها. قال: لا يا ابن رسول الله، ما نويت هتشنية ما نويت. قال الإمام: فحين اغتسلت، لما اغتسلت غسل الإحرام، نويت أنك اغتسلت من الخطايا والذنوب؟ قال: لا يا ابن رسول الله. الإمام ايش قال له؟ جاء أتكلم عن المعنويات، ما أتكلم عن شنو، عن الأعمال المبرئة للذمة. أعمال مبرئة للذمة كلها نسويها تبرئ ذمتنا، أقوم أصلي ركعتين صلاة الصبح وبريد ذمتي وأخلي راسي وأنام، بس الله هذه الصلاة إيش قيت أثرت بيه، إيش قيت تنطيني من المعنويات، إيش قيت تنطيني من البركات، إيش قيت الله سبحانه وتعالى تقبل منها، إيش قيت. هذه بحث آخر. فالشبلي قال للإمام: لا، ما سويت هالأمور اللي تقولها ما نويتها. قال الإمام: فما نزلت الميقات، أنت ما رحت للميقات روحة حقيقية، أنت ما رحت الميقات روحة حقيقية، أنت رحت الميقات روحة شكلية. فما نزلت الميقات ولا تجردت عن مخيط الثياب ولا اغتسلت، غسلك هم ما أقول باطل، لا، أكرر وأقول لا أتكلم عن الأفعال على أنها مبرئة للذمة، ولكن أتكلم عن معنويات هاي الأفعال. فشوفوا يا إخواني، أنا قد أطلت الكلام في هذه الحلقة، وما المفروض أتكلم قضايا ترتبط بمعنويات الحاج بمقدار أريد أتكلم في أعمال الحاج وأكملها، ولكن واقعا أنا أحتاج هذا الكلام، وكل الحجاج يحتاجوا، وكل المرشدين لازم يلتفتون إليه، أن الكلام عن أفعال الحاج وعن أعمال الحاج كلام سهل وكلام لطيف وكلام يستوعب ومقدور عليه ومقدور عليه، ولكن الكلام عن معنويات الحاج ومعاني الحاج وفلسفة هاي الأمور اللي نسويها، ليش تنزع ثيابك، ليش تغتسل؟ الإمام جاي يقول له: تنزع ثيابك يعني تنزع النفاق، تنزع الرياء، تنزع السمعة والشهرة، وتخلص لله
لما تغتسل أنت مو بس غسل تغتسل تحت الماء، لا، تغتسل من ذنوب الخطايا. زين، هذه يحتاجها إلفات نظر إخواني، إلفات نظر. فلذلك أقول نحن بحاجة إلى أن نتحدث عن معنويات الحج وفلسفة الحج وما يؤثر الحج وما تؤثره مناسك الحج وأفعال الحج في شخصية الإنسان. لما أقول لما تروح الحج لازم ترجع شخص آخر، يعني شنو؟ يعني معنوياتك تتغير، معنوياتك تتغير. ولا إخواني، واقع الحال لما الإنسان شوي يفكر، شوي يفكر أنه أعمال معينة وبسيطة في الحج والعمرة الله سبحانه وتعالى يغفر لنا كل الخطايا. على أي أساس يغفر لنا كل الخطايا وإحنا 30 سنة 40 سنة نخطأ ونعصي؟ لأن هذه الأعمال لها قيمة كبيرة عند الله، لأن هذه الأعمال لها قيمة كبيرة عند الله. فإذا كان عندها قيمة كبيرة عند الله يعني لها تأثير كبير في شخصيتك، لها تأثير كبير في شخصيتك أنت. الحج مو مجرد والله أطوف حول الكعبة وجاي وصار في فلوسي، لا، مو هالشكل. ولذلك رواية الشبلي، رواية الشبلي لطيف. أن طبعا أنا أخاف أتكلم عنها هواية. ليش أخاف؟ لأن أخشى أن بعض الحجاج والحجيات لما يسمعون هاي الرواية قد يصير عندهم نوع من شنو، نوع من الوسوسة والحالة من التردد وحالة من التوهم أن أعمالي باطلة. هذا لا لا لا، تكلموا أن أعمالكم إن شاء الله تعالى صحيحة حسب المسائل والقضايا اللي تقولها المرشد، بس القضايا المعنوية هي قضايا إنصافا عالم آخر. زين، في الحلقة الماضية إخواني إحنا انتهينا من محرمات الإحرام، شنو اللي يحرم على الإنسان المحرم. وقلنا أن أعمال عمرة التمتع 5. العمل الأول هو الإحرام، وقد انتهينا منه وحرمنا والحمد لله، طلعنا رحنا باتجاه مكة، وصلنا مكة. العمل الثاني من أعمال عمرة التمتع، العمل الثاني شنو هو العمل الثاني؟ العمل الثاني هو الطواف حول البيت 7 أشواط. أروح للحرم الشريف، أدخل المسجد الحرام. لما أدخل المسجد الحرام طبعا إلى آدابه وإلى مستحباته، شلون أدخل المسجد، شنو الأدعية اللي أقراها، الركعتين اللي أصليها، ركعة بتحية المسجد. هذه قضايا مستحبات ما أريد أنا أصرف الوقت فيها، وهي يمكن أن واحد يسأل المرشد وهو يراجعها. ولكن الدخول إلى المسجد الحرام لابد أن قبل أن نروح للمسجد الحرام وقبل أن نطوف حول البيت لازم ننتبه إلى بعض الأشياء المهمة. الشيء الأول أن نكون طاهرين من الحدث الأكبر والأصغر. يعني شنو؟ يعني إذا أنا ما متوضي لازم أتوضأ، لأن الطواف يحتاج وضوء، وأي طواف بدون وضوء طواف باطل، طواف باطل. سواء كنت ناسي أو كنت جاهل أو كنت غافل أو كنت على حال ساهي، سهو، نسيان، جهل، غفلة، كل هذا ما يشفع لنا. فإن الطواف باطل إذا كان الإنسان غير متوضئ، وإذا كان عليه غسل جنابة أو غسل الحيض أو غسل النفاس أو غسل الاستحاضة في بعض الحالات لابد أن تغتسل المرأة. أما تدخل هالشكل طواف رح يصير عنده مشكلة. فإذا إحنا لابد أن نلتفت أن الطهارة من الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض، والحدث الأصغر وهو النوم والبول والغائط والريح، هذا لابد أن شنو؟ نهيئها ندخل وإحنا متطهرين. هذا أمر مهم قبل أن نطوف، والأمور الأخرى سيأتي بيانها بعد الفاصل إن شاء الله تعالى.
حياكم الله إخواني وأخواتي الكرام. فنحن قبل أن نطوف حول البيت الشريف، حول بيت الكعبة الشريفة، لابد أن نكون على طهارة. إذا أنت ما مغتسل لازم تغتسل، إذا أنت ما متوضي لازم تتوضأ. وأقول شيء أيضا مهم جدا، وأرجو الإخوة أن لا يتعبوا من سماعه، هذا اللي أقول لكم إياه، لا تملون، لا تقولون السيد هذه ذكرها مئات المرات أو آلاف المرات. صدق أنا هذه القضية متكلم عنها آلاف المرات، بس الآن لازم أتكلم عنها أيضا. الطواف ركن مهم من أركان الحج، وإذا بطل الطواف بطل الحج. قد تكون ناسي، قد تكون غافل، سيدنا شلون هذا؟ على أي حال راح تسمعوها بشكل جيد من المرشدين أن بعض الحالات أن الإشكال في الطواف وبطلان الطواف يعني الحج باطل، لازم تعيد الحج مرة ثانية. تسألني شنو اللي يبطل الطواف؟ أقول لك أنك أنت ما متوضي. تقول أنا متوضي سيدنا، توضيت. أقول وضوءك لازم يكون وضوء صحيح. سيدني عن شنو وضوء صحيح؟ أنا صارت 30 سنة أتوضأ وأصلي، شنو وضوء صحيح؟ نعم أنا أقولها بجرأة أنه كثير من الناس يتوضون يصلون 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، بس بعدين من يجي قدامي يتوضأ أو أمام المرشد يتوضأ أو أمام المرشدة تتوضأ المرأة، نكتشف أن وضوءه باطل، وضوءه باطل أصلا. فإذا وضوءه باطل يعني صلاته باطلة. فلذلك هذا التأكيد الكبير أن يا جماعة شوية راقبوا وضوءكم، شوية تعنوا بوضوءكم، التفتوا إلى وضوءكم بشكل كبير، هذا هو اللي نحتاجه. وراح تشوفون المرشدين والمرشدات كيف راحوا يصرون عليكم تعالوا توضوا قدامنا، وهذا بنفعكم، والله بنفعكم، هذا بنفعكم. إذن أول ما ندخل المسجد الحرام قبل أن نطوف لازم نكون متوضين. والله سيدنا أنا كنت متوضي بس بالسيارة مثلا غفيت غفوة ونسيت أقول لكم. ما يفيد، لا تقول لي نسيت، ولا تقول لي استحيت، ولا تقول لي ما ادري، لا 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 لا، هاي ما بيها لا مستحى ولا بيها احراج. تقول له راسا للمرشد عفوا انا ترى اخذتني الغفوه اروحا اتوضا واجي. او كثير من الاخوه والاخوات، واسمحوا لي اقول هذا الكلام، كثير من الاخوه والاخوات متوضين وجايين المسجد الحرام وبدوا الطواف، بس أثناء الطواف طلع ريح من عندهم، مع الاعتذار طلع ريح من عندهم، يقول لهم عفوا حجي ترى أنا سيد شيخنا مثلا أنا أحتاج وضوء. وشون أقول سيدنا فشلة والناس كلها ويانا فشلة؟ ماكو فشلة، أكو عمل صح وعمل باطل. هذا العمل الصحيح والعمل الباطل أنت لازم شنو تديرين بالك عليه، وأنت لازم تدير بالك عليه. فرأسا نقول له عفوا شيخنا سيدنا عفوا أنا أحتاج إلى وضوء، بس مو بضروري تقول ها طلع ريح من عندي أو كذا، ما يحتاج، قول أنا أحتاج إلى وضوء، وضوئي بطل، خلص يلا روحي توضي وتعاي. أما أنه تسكتون أو تسكتين أو يسكت خجلا أو حرجا، هذا ما يشفع لنا في صحة العمل. وللأسف البعض يقع بهتش مشكلة ويسكت عنها إلى أن يرجع للنجف، يرجع للعراق، بعدين يقول أنا ترى فلان شيء صار عندي بس استحيت أقول وكذا. هذا بعد حسب تعبيرنا أمر وأدهى. سواء واحد بمكة رجع للفندق وقال حكايته، قال يا بتر أنا وضوئي بطل بمكة، يعني يمكن يقول لي يلا ألبس إحرامك مرة ثانية ونرجع نعيد الأعمال، يعني أسهل من أنه يرجع العراق وبعده هو شنو ما متكلم. فأرجوكم
أنه هذه القضية، قضية الطهارة وقضية الوضوء والغسل، تضبطون ضبط كبير وتحافظون عليه، تحافظون على الوضوء في أثناء الطواف. زين، المسألة الأخرى اللي نحتاج لها احتياج قبل الطواف، أن ثيابنا وبدننا، يعني رجلي، إيدي، إحرامي اللي لابسه، عبايتي اللي لابسها، المرأة، النسوان لابسات عبي، لابسات إحرام، هذا لابد أن يكون طاهر. إذا عليه دم أو عليه شوي بول أو عليه مثلا غائط، هذا ترى النجاسة تبطل الطواف. فلا بد أن يكون الثوب والجسم والبدن طاهرين من الخبث. خبث شنو؟ يعني الدم، بول، غائط، مني، أي شيء لابد أن يكون طاهر. بعض الأخوة يسألني: سيد، إحنا في الصلاة إذا جنصلي صلاة الصبح أو صلاة الظهر، صلوات اليومية، إذا على ثوبنا دم بمقدار حمصة أو بمقدار عدسة أو بمقدار قليل، تقولون مشي، ما بإشكال، هذا دم معفو عنه في الصلاة. يسألني سائل: هذا الدم المعفو بالإحرام أيضا معفو؟ بالإحرام أيضا معفو؟ يعني أنا الإحرام مالتي خليته هالشكل على أسناني، أريد شوية مثلا أمسح أسناني بالإحرام، وطلع دم من اللثة، طلع دم من اللثة، صار بالإحرام بمقدار حمصة، بمقدار عدسة، عدس واحد هتشي، زين، هذا بإشكال لو لا؟ الجواب نعم، نعم، الدم في الإحرام ينجس الإحرام حتى لو كان شنو؟ حتى لو كان أقل من الدرهم. وإذا بأثناء الطواف هذا الشيء صار، مثلا شوية طلع دم من حبة انت حكيتها او كذا، وطلع دم وانت مسحتها باحرامك او بدنك تنجس، لازم شو تسوي؟ احسنتم، اقطع الطواف واروح اطهر جسمي، اطهر احرامي. فاذا الطهارة من الخبث، فلا يصح الطواف مع النجاسة الخبثية، سواء كان دم او بول او شيء من هذا القبيل. وعلى أي حال لا بد أن ألتفت إلى هذه المسألة. يسألني سائل يقول لي: أنا سيدنا تنجس إحرامي، وأنا نسيت أطهره، أو على أي حال اغفلت يعني، ورحت طفت وبعدين اتذكرت ان احرامي كان نجس. يقول الفقهاء: الناسي للنجاسة وكان النسيان الى اخر الطواف بعدين اتذكر، يحكم بصحة الطواف، طوافك صحيح ما دام كنت ناسي. والجاهل ايضا، اذا واحد كان يجهل، أنا وراي صار أكو دم أنا ما أشوفه، ما حد قال لي، وأنا طفت حول البيت وكملت، وبعدين قالوا لي: حجي ترى إحرامك وراء لي دم، هنا هم ما في إشكال. الجاهل بوجود النجاسة إلى آخر الطواف، أو الناسي لوجود النجاسة، أو ناسي النجاسة إلى آخر الطواف، طوافه إن شاء الله تعالى ما في إشكال. زين، أنا جاي أطوف، بعدني إحنا ما قالين شلون نطوف، بس جاي نتكلم عن الطهارة والنجاسة. أنا جاي أطوف، الشوط الأول طفته، الشوط الثاني أحد الحجاج من يمي يمر علي، مثلا جسمه بيه دم أو صار دم، صار على إحرامي، شفت الدم الأخ الحاج، الأخ المعتمر، أصاب ثوبي الدم من عنده، شو أسوي؟ إذا علمت بنجاسة ثوبي أو بدني، بس بدني عشلون؟ هذه صارت لي إلي أنا، جاء أمشي بالطواف، واحد من ورايا، للأسف يعني مع العلم إحنا نقوله هواية،
يا جماعة قبل ما تروحون تحرمون قبل الإحرام روحوا قصوا أظافيركم، أظافيركم قلموها، نظفوا بدنكم، شعر كذا زايد شيلوه حتى تكون مهيئ للإحرام بشكل نظيف. هذا الأخ اللي كان يطوف وراي أظافير رجليه كلش كانت طويلة، أنا ما أدري ما أدري من يمشي تدرون ازدحام، فكان يضرب بأظافير رجليه خلف القدم يعني، وخلف قدمي كان يضرب وأش أحس ألم يعني مثل السكينة مثل السكينة. بعدين شفت أكو فرد شيء رطوبة يعني، لاحظت شفت أكو دم برجلي من جناب الأخ الله يهديه إن شاء الله تعالى، فتأذيت يعني. فلازم شو أسوي؟ نجاسة، إذا علمت بنجاسة بدني أو علمت بنجاسة ثوبي شنو اللي أسوي؟ الفقهاء يقولوا لازم تزيل النجاسة وأنت بالطواف. شلون أني أزيل النجاسة وأنا بالطواف؟ إذا تقدر إحرامك تبدله وتلبس إحرام ثاني جيد، إذا أنت بالطواف يعني ولو جاي تمشي أو كذا وعندك ماي تقدر تطهر هذا الدم، ممكن، أنا جاي أتكلم عن الإمكان، ممكن جيد، أوقف هناك ولو دقيقة أقل من دقيقة أغسل إحرامك وامشي. ورجلك إذا تقدر تطهرها، طبعا ما ممكن، أنا جاي أقول فرضيات هذه، فإذا تقدر جيد، إذا ما تقدر على أي حال لازم شو تسوي؟ لازم تترك الطواف، تترك الطواف، تعوف الطواف، بس تشوف نفسك التوين. يعني مثلا أنا حول الكعبة، هاي الكعبة رجاء خليني على الشاشة أحسنتم، لا خليني أحسنتم، هاي الكعبة أنا هنا كنت هنا قدام الباب الكعبة شفت نجاسة بثوبي هنا وأريد أطهر، شو أسوي؟ أعلم مكاني يعني أشخص وين أنا قطعت الطواف، وين قطعت الطواف، أعلم المكان، أشخص المكان وأروح، أروح أطهر إحرامي، أطهر نفسي أو جسمي وأرجع من نفس المكان، من نفس المكان أكمل. هذا متى؟ اسمعوني، متى هذا؟ هذا إذا كان، هذا إذا كان أنا في الشوط الرابع، إذا كنت في الشوط الرابع أو الشوط الخامس، يعني أنا نص الطواف ماشي. الطواف هو سبعة أشواط، الشوط الأول، الشوط الثاني، الشوط الثالث، هذا بعد النص ما صاير، الشوط الرابع يعني أنا كملت النص، كملت نص الطواف. فإذا صارت نجاسة في جسمك أو ثوبك وفي الشوط الخامس أو الشوط الرابع أو الشوط السادس، هنا تشوف المكان وين صار كذا، اترك المكان، روح طهر ونظف، تعال من نفس المكان كمل. كلمة كمل، كمل طوافك، مو تعيد طوافك، كمل طوافك، تكمل طوافك. ليش؟ لأنه صار حدث معين، صار نجاسة معينة، وأنا لازم شنو؟ أروح أداركها وأطهر نفسي. أما إذا كانت هاي النجاسة في الشوط الأول، أنا بعدني بسم الله الرحمن الرحيم أول شوط مشيت، إجى هذا الأخ نجس ثوبي، أو إجى ذاك الأخ مثلا جرح رجلي، شوط الأول أو شوط الثاني أو شوط الثالث، هنا الطواف يبطل بعد. يعني شنو؟ يعني لازم أنا أروح أروح أطهر جسمي أو أطهر إحرامي وأجي أعيد الطواف، شو أعيد مكمل، أعيد الطواف من جديد. ليش؟ هذا بحث، لابد المرشدين، لابد الإخوة أن يأكدوا على الحجاج أن هذه النجاسة وهذه القضية إذا صارت في النصف الأول، يعني الشوط الأول ثاني ثالث ورابع، يعني نص، إذا كان الإشكال صار في النصف الأول للطواف يبطل الطواف، إذا كان في النصف الثاني يعني قبل انتهاء الشوط الرابع والخامس والسادس، هناك نقدر نكمل الطواف مرة ثانية. هذا أمر بينته، نحن في طوافنا سواء للعمرة أو للحج طوافنا لازم يكون نحن على طهارة من الحدث، الغسل والوضوء أو الوضوء، ونكون طاهرين بدنا من الدم والبول وما إلى ذلك، وهذه
هذا هذه أمور على حال ثابتة للرجال والنساء معا. سيأتي بعضها وستأتي بعض الشروط اللي أخرى نتكلم عنها في حلقة قادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويعجل في ظهور إمام زماننا ويجعلنا من الحجاج بيته الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم إن شاء الله تعالى، ويوفقنا لأن نكون من الملبين الحقيقيين لنداء إبراهيم الخليل، ويرحم شهداءنا ويعافي جرحانا، ولا تنسوني ووالدي من الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.